قيادة خط الهجوم عبد الله زيد، هنا تركي الجعدي قائد فريق الاتحاد، مصعب الجوير قائد فريق الهلال مع حكام المباراة 33 درجة. نستمع لنشيد الاتحاد ثم نعود من جديد. نادي الوطن ابكي يا موطني والاتحاد هذا العميل، نادي الوطن هذا العميل، نادي الوطن رقم 12. إذن بداية المباراة بعد أن أعلن حكم المباراة صفيرة آذنة لبداية هذه المباراة بين الاتحاد والهلال هنا في جدة على أرضية ملعب الاتحاد. هذه المباراة من مميزاتها أنها تشهد عدد من أسماء لاعبي الفريق الأول في الفريقين. بالنسبة للفريق الاتحادي الفريق الهلالي، هنا هجمة للفريق الاتحادي وبداية جول جول. البداية البداية القوية، من اعتاد على الأول يبدأ أولا في اللقطة والكرة الماضية، الهدف الأول عن طريق عبد العزيز الغروي. شوف 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 الهدف الاتحادي على غرة مباشرة من بداية المباراة، من اللحظات الأولى في المباراة فريق الاتحاد. خلص تعود على الجهة اليسار هلالية، ننتظر ردة الفعل للفريق الهلالي بعد البداية القوية والمبكرة للفريق الاتحادي. في الاتحاد في الجهة اليمين في الظهير الأيمن، أعتقد أن كان الموسم الماضي في مقطوعة الآن لفيصل الأسمري، يصوب كرة خطيرة، برافو 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 من فيصل الأسمري أو مصعب الجوير اللي كان في التسديدة واللقطة الماضية بالنسبة للفريق الجهة اليمين. تعود للهلال عند صهيب، يلعب كرة عرضية تتخلص من دفاع الاتحاد هلالي من العودة من خلال هذه الكرة، تلعب كرة عالية عرضية داخل المنطقة لصالح الفريق الهلالي، وهنا تصويبة بعيدة جدا بهدف نظيف، وهنا كرة أمامية لصالح فريق الهلال ولكن تتخلص الكرة. تلعب هلالية على الجهة اليمين، تلعب عالية طويلة إلى خارج أرضية الملعب للمرور، تلعب الكرة بينية على الجانب اليمين عند مصعب الجوير، محاولة المرور تصويبة كرة ولكن سهلة سهلة سهلة، كرة مصعب الجوير الماضية في يد أسامة المرمش، المرور كان جميل ورائع جدا من مصعب الجوير لكن التصويبة يا مصعب هذه قدرات لأن مدرب الحراس. مبروك زايد، ومن لا يعرف مبروك زايد، هنا كرة اتحادية وتقدم ولكن التغطية موجودة، برافو للأمام، تقدم لمصلحة الفريق الهلالي. الآن تلعب كرة بينية لكن طويلة طويلة وبعيدة كرة للدفاع الهلالي، وتعود الكرة الآن أمامية فيها انطلاقة من عدي لكنها تصل سهلة للهلال، وتقدم بشكل سريع من الناحية اليسار من جواد أمين ولكن كان حاضرا في التغطية بدر المولد. شوف أبعد الكرة بنجاح بدر المولد في الكرة الماضية مع فيصل الأسمري للأمام، كرة للهلال عرضية ولكن إلى خارج أرضية الملعب، كرة وأخيرا كان حضر التعادل إيجابي هدف مقابل هدف. كرة الاتحادية فيها مرور فيها تقدم عرضية لكن تخلصت من الدفاع الاتحادي، تعود الآن كرة هلالية خطيرة داخل المنطقة فيها استلام وتصويبة ولكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. هذه صورة لبعض الحضور اللي فضلوا أن تكون عصريتهم هنا في ملعب ناديهم. مين يسعى فريق الهلال لإحراز نتيجة التعادل قبل نهاية الشوط، هنا كرة هلالية خطيرة، برافو، كرة جميلة رائعة جدا كانت في اللقطة الماضية للفريق الهلالي. شوفها شوف 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 التقدم والتصويبة والكرة اللي كانت أرض 2011، الهلال يفوز أو الاتحاد يفوز على أرضه، وهنا كرة رأسية خطيرة وعلى مرتين أسامة المرمش يتمكن من التصدي للكرة، كرة
على الجهة اليمين تلعب عالية عرضية داخل المنطقة الرأسية. الله، يا سلام على الرأسية جرمة فريقها السابق. شوف شوف العرضية الجميلة المتقنة والرأسية اللي اصطدمت في القائم والحط، مرتدة تحتاج للسرعة والزيادة العددية والتغطية. التغطية كانت حاضرة وموجودة من محمد برناوي. بالسلامة إن شاء الله لحسان هداف الفريق الاتحادي بخمسة أهداف. شوف التدخل اللي كان، تعود الآن هلالية عرضية داخل المنطقة خطيرة رأسية. برافو 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 في اللقطة الماضية في التغطية داخل المنطقة. استلام عبد الله الزيد بالكعب، جميلة رائعة الآن هلالية خطيرة داخل المنطقة، لكن سهلة 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 لمصلحة الهلال. يتقدم صهيب يصوب كرة خطيرة. برافو برافو على صهيب في اللقطة. جواد مع رياض، كرة عرضية داخل المنطقة، وأسامة المرمش من أعلى نقطة. يعني عادة الكرة بشكل خاطئ من عدي في اللقطة الأخيرة. كرة اللعب الآن بينية من جواد إلى عبد الله، عرضية داخل المنطقة خطيرة، ما زالت الكرة هلالية وتتخلص. يرفع الوقت البديل كثلاث دقائق إضافية على الوقت الأصلي. تنظر من زاوية مختلفة نظرا للمستوى الذي قدم في الشوط الأول، مستوى أقل من المتوسط الحقيقة. كرة الآن اتحادية، تصويبة خطيرة خطيرة. اللقطة الماضية كانت مباغتة. فيصل الأسمري يلعب الكرة باتجاه ريان شراحيلي، وهنا أيها السادة الكرام حكم الساحة عبد العزيز إبراهيم أعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الاتحادي بهدف نظيف بجانب الفريق الاتحادي. وهنا أيها السادة الكرام حكم المباراة عبد العزيز إبراهيم يعلن عن بداية شوط المباراة الثاني. هل تكون البداية كما كانت بداية الشوط الأول بهدف مبكر من لحظات الشوط الثاني أو التغطية؟ ولكن حسان مختار تقدم بشكل رائع في الكرة الثانية. أوه أوه أوه. أول لمسة أول لمسة يا خالد مداد، كان بالإمكان أن تمد الاتحاد بالهدف الثاني. مرت من أمام حسان مختار، كرة الآن تلعب هلالية على قوس منطقة الجزاء والتصويبة، ولكن سهلة لحارس المرمى مصعب الجوير، ما زال موجود في أرضية الميدان. ربما الجعدي، تعود هلالية على الجانب اليمين خطيرة. الله هدف هدف ملعوب ملعوب للفريق الهلالي. رائعة رائعة، شوفها 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 شوفها، هذه لقطة حقيقة فنية رائعة وجميلة من الفريق الهلالي. من البداية من الأسيست حقيقة للنجم ركان الجمعان وعبد الله زيد. لمس صهيب الزيد في الكرة التالية، وكرة تلعب الآن من خلف المدافعين. يا سلام على الاستلام، ركلة جزاء ركلة جزاء لصالح الفريق الهلالي. شوف 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 الاستلام، يا عيني يا عيني يا عيني على الاستلام والكنترول اللي بالكتف لجواد أمين في اللقطة الماضية. الكنترول هو اللي عمل كل مصعب بخبرته بإمكانياته بقدراته ممكن يفعل. الله برافو، جول مصعب الإجوار، عنده 19 نقطة فرق يعني كبير في النقاط. تصويبة جميلة حلوة حلوة حلوة، التصويبة الماضية هي جميلة. شوف 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 التصويبة، شالها من الأرض وجهها مباشرة عند خالد ميداد. يلعب الكرة الآن داخل المنطقة ولكن سهلة. ميداد مع الهمامي، همامي بينية رائعة عند حسان مختار، ولكن أحمد أبو رسين ينقذ الموقف. قمة الجولة الاتحاد الهلال هنا في جدة، هنا كرة هلالية خطيرة وفرصة عند جواد، وفيها فيها فيها ركلة جزاء فيها ركلة، لا أنا كنت أظن أن سقوط جواد في اللقطة الماضية أنها ركلة جزاء لمصلحة جواد، وأنه نجح في أنه
يتحصل على ركلة جزاء ثانية، ولكن حكم اللقاء عبد الرحمن إبراهيم رأى بأنه يمثل في اللقطة الماضية. نعم نعم كان فيها تمثيل، كان فيها مبالغة هذه اللقطة من جواد أمين، وبالتالي احتاج 13 هدف، وبالتالي يصفالة من كل هذه الحسبة هدف واحد فقط بالنسبة لفريق الاتحاد. وهنا كرة اتحادية خطيرة من همام الهمامي، ولكن التغطية كانت موجودة أمامية في الناحية اليمين. فرصة للاتحاد، خطيرة خطيرة، فرصة فرصة، جول جول. أوه نجح هوساوي في إنهاء خطورة حسان. عبد الله الزيد على أرضية الملعب، سلامات إن شاء الله لعبد الله. كرة فيها خطأ ربما لفرحة الشمراني، ولقطة فيها مشادة كلامية بين فرحة الشمراني وصهيب الزيد ربما. تغييرات الآن الهلالية القادمة، هذه لقطة فرحة الشمراني وصهيب الزيد. رقم 39 محمد بندر يستعد للمشاركة، وكذلك عبد العزيز هدهود. عبد الله زيد يغادر، لن يستطيع إكمال المباراة. بالسلامة يا عبد الله. يشارك بدلا عنه محمد بندر، محمد بندر بديل لعبد الله زيد، ومصعب الجوير يغادر ايضا، وبديله اللي هو عبد العزيز هدهود. اذن هذه تغييرات هلاليه لتامين النتيجه، للحفاظ على النتيجه. خالد ميداد يلعب كره عاليه طويله لكن باتجاه حارس المرمى، سهله سهلة عند أحمد أبو راسين. هب لتنفيذ الخطأ الاتحادي، تلعب الكرة الآن داخل المنطقة، وسهلة سهلة سهلة، كرات ميداد كلها. ناوي خمس دقائق أمام لتنفيذ فكرته في لعب كرة عالية وطويلة، تلعب للأمام لصالح فريق الهلالي. خطيرة خطيرة لتركي القبيل، ينهي المباراة، ولكن الأوفسايد موجود. مساعد الأول، مناطق الخطر الهلالية، تلعب الكرة داخل المنطقة، تتخلص من الدفاع الهلالي، تعود مرور الآن من الجانب اليمين عند حسان. يلعب كرة عرضية أرضية سهلة عند عبد العزيز هدهود، كرة الآن فيها ارتداد. محمد بندر يلعب كرة أمامية سريعة الآن لصالح الفريق الهلالي، ولكن مقطوعة وإلى خارج أرضية الملعب. وهنا أيها السادة الكرام، حكم اللقاء عبد العزيز إبراهيم أعلن عن نهاية المباراة بفوز هلالي بريمونتادا هلالية، بعد أن نجح الفريق الهلالي في قلب الطاولة إلى هدفين مقابل هدف عن طريق عبد الله زيد ومصعب الجوير، مقابل هدف وحيد لفريق الاتحاد كان عن طريق عبد العزيز الغروي. نبارك للهلال هذا الفوز، لعشاق الفريق الهلالي هارد لك للاتحاد.